اخبار اليوم. عبد الله العشماوي، كنت رايح جاي على القاهره ولا رايح ترانزيت؟ القاهره لندن. القاهره لندن، ايه اللي حصل بقى؟ اول 10 دقايق ما كناش حاسين بحاجه لغايه ما الطاقم اللي هي الناس اللي باليونيفورم بتاع ايجيبت اير اللي هم مش شغالين النهارده، لمجرد كانوا واخدينها برده كطيران، لقيناهم مره واحده اتحركوا من ورا خالص لغايه قدام بتاع 6 اللي هو اللي هم كانوا هم بالتقليم، بس نقلوا مره واحده قدام، فدي البدايه اللي حسيت ان في حاجه غلط ورا. بس انا الحقيقه مركزش، اللي قدامي ركز فسال حد من الضباط، يعني راكب ما قالش اي حاجه، اللي خطف الطياره ما قالش اي حاجه، الاول ما حسيناش اللي في حاجه ورا. وهم هو كان ما الكرسي بتاعه كان في اول الطياره ولا فاهم؟ انا كنت قاعد تاني صف بعد البيزنس، وهم سيمز ان هو كان ورا خالص اخر. قام توجع بيزنس. هو عمل ايه؟ توجه للكابينه القياده؟ لا لا لا، هو طول السكه هو واقف ورا خالص اخر صف، وانا شايف كلنا شايفينه ما بيتحركش، هادي خالص. بس كل حقيقة فيه برضو ياسمين ونيهال، الاثنين دول من طائم مصر طيران، هي كانوا بيحاولوا يهدوا الناس، منهم ياسمين فعلا كان بتتفاوض معاه وترجع تتكلم معاه وترجع لنا تاني. طلب من طائم الطيارة انه يلم الباسبورتات بتاعتنا كلها. ايوة، كان عارف كل الناس مين اللي قال بس، فقرر اللي هو هينزل في قبرص. تمام، فبعد ما دي كان كده وصلنا لغايه ما بس بعد عملت ايه بعد ما نزلت في قبرص؟ هو طبعا احنا في الاول كنت كل ده احنا متخيلين انه هزار، لقيت ما لقينا نفسنا احنا فعلا في نص البحر، وخريطه جايبانا خلاص في البحر، واحنا كده ايه عدينا القاهره واسكندريه، فاكيد في حاجه غريبه بتحصل وخلاص، فاستسلمنا ان احنا فعلا مخطوفين. بقى كل بس همنا هننزل في حته معروفه ولا هننزل في هننزل في مطار يعني كويس. سلطات في قبرص عملت ايه معاك؟ اول ما نزلنا قعدنا فتره كده مش عارفين لسه ايه اللي بيحصل، عربيه جيش جت ومشيت، عربيه بوليس جت ومشيت، لغايه ما مره واحده هو الراجل شكله ما مش عارف، هو شكله مش ستيبل، فقرر طب هننزل الستات او هننزل كل المصريين، وساب 7-8 فاضلين مع قائم الطياره، وشويه نزل الباقي لغايه ما في الاخر شكله نزل كله. يعني الموضوع كان لا لا واضح ان في مفاوضات، ولسه الموضوع مش واضح. بعد حوالي ساعه جه السلم بتاع الطياره، ركبوا الطياره سلم، وجت عربيه البوليس وقفت تحت وميزان وكده، واستنينا حوالي بعد الموضوع ده حوالي ربع ساعه كمان، وبعدين قالوا يا جماعه المصريين كلهم انزلوا رجعوا لنا الباسبورات، ونزلوا المصريين كلهم بس واستقبلنا في المطار، بقى اخذونا على قاعه مهجوره كده في المطار. هل انت خدت كان هو المتصرف كان جوه الكابينه ولا بره الكابينه؟ هو ما دخلش الكابينه خالص، ما دخلش الكابينه لا خالص، هو كان في اخر طياره ورا خالص بيوصل كلامه للمضيفه، والمضيفه هي اللي بتوصل يعني كوميونيكيشن للكابينه، بس هو ما دخلش جوه الكابينه خالص. بعد ما نيجي على سلامه حضرتك.